دخل الفاطميين مصر عام 969 ووكل الخليفة المعز لدين الله جوهر الصقلي بإنشاء مسجد ليكون مركزا للمذهب الشيعي الإسماعيلي في مصر، وأطلق عليه اسم الأزهر، وبلغت مساحته وقتها 6000 متر مربع. سرعان ما أصبح الأزهر مركزا للتعليم في العالم الإسلامي، ثم جعل يعقوب بن كلس الوزير الأول الرسمي للفاطميين من الأزهر مركزا رئيسيا للتعليم في القانون الإسلامي في عام 988. وفي السنة التالية وظف 45 عالما لإعطاء الدروس وإرساء الأساس لما يمكن أن يصبح الجامعة الرائدة في العالم الإسلامي. وتم اتخاذ عدد من الطلاب للدراسة في الأزهر بصفة دائمة، وتلتزم الدولة بأن تكفلهم وترعاهم وتقدم لهم رواتب مجزية وتعد لهم دارا للسكن. وفي عام 1005 تم إنشاء مكتبة الأزهر لتحتوي على أكثر من 1000 نص في ذلك الوقت. في القرن الثاني عشر بعد أن طاح صلاح الدين الأيوبي بالفاطميين عام 1171 معاديا لمبادئ التعاليم الشيعية التي طرحت في الأزهر أثناء الخلافة الفاطمية، وقد أهمل المسجد خلال حكم السلالة الأيوبية لمصر، وحضر القاضي صدر الدين بن درباس الصلاة فيه. وسبب في هذا المرسوم عدم ثقة في مؤسسة شيعية سابقة لمؤسسة سنية جديدة. وفي ذلك الوقت كان قد انتهى مسجد الحاكم الأكبر وجرت فيه صلاة الجماعة في القاهرة، مما أدى لتراجع مكانة الأزهر. وقد قام صلاح الدين ببيع كل ثروة القصر بما فيها من الكتب على مدار عشرات السنوات، وقد تم حرق الكثير من الكتب والبعض الآخر رمي في النيل، وكانوا عددهم حوالي يتراوح بين 120 ألف كتاب و 2 مليون كتاب. بالإضافة إلى تجريد الأزهر من مركزه كمسجد صلاة الجماعة، أمر صلاح الدين الأيوبي أيضا بإزالة شريط فضة أدرجت فيه أسماء الخلفاء الفاطميين عليه من محراب المسجد، كما أمر أيضا بإزالة شرائط فضية مماثلة من المساجد الأخرى بلغت قيمتها 5000 درهم. ومع ذلك لم يتجاهل صلاح الدين الأيوبي تماما صيانة المساجد، ووفقا للمفضل فإن إحدى مآذن المسجد رممت خلال حكم صلاح الدين. ولقد عانى مركز تدريس المسجد وتعرضت مكتبة الأزهر التي كانت مجهزة بشكل جيد للإهمال، كما دمرت مخطوطات تعاليم الفاطمية التي عقدت في الأزهر، وشجع الأيوبيين تدريس الفقه السني في المدارس التي بنوها في جميع أنحاء القاهرة، وصحب تمويل الطلاب ولم تعد تعقد محاضرات في المسجد، واضطر الأساتذة الذين قد ازدهروا في ظل الفاطميين إلى البحث عن وسائل أخرى لكسب عيشهم. ومع ذلك ظل الأزهر مركز فقه اللغة العربية ومكانا للتعليم طوال هذه الفترة، مع أنه قد أوقفت النظر في فصول الدراسة الرسمية، كما ألقيت الدروس الخاصة في المسجد، ويوجد تقارير تفيد بأنه قد تم تدريس عددا من المواضيع مثل القانون والطب في الأزهر، ولم تكن هذه الكليات قد أنشئت في مصر وقت فتح صلاح الدين. وقد كان الناس مجدون طلاب الأزهر الشريف لما لديهم من مكانة علمية مرموقة دونا عن سائر الطلاب، فأثناء قضائهم إجازتهم كانوا يعلمونهم أمور دينهم ويصلون بهم ويعطونهم بعض دروس القرآن والحديث الشريف. فإذا إقامت صلاة الجماعة في الأزهر أثناء حكم المماليك بأمر من السلطان بيبرس في عام 1266، والتي كانت قد منعت في عهد صلاح الدين، تحت حكم السلطان بيبرس والسلاطين المماليك عادت رواتب الطلاب والمعلمين فضلا عن بداية العمل لإصلاح مسجد الأزهر الذي أهمل منذ قرابة 100 عام. لم يعد اسم الأزهر مرتبطا بالفاطميين أو المذهب الشيعي، واستعاد الأزهر مكانته. تسبب زلزال عام 1302 بأضرار كبيرة حقت بالأزهر وعدد من المساجد الأخرى، وتم تقسيم مسؤولية إعادة الإعمار بين الأمراء وقائد الجيش. بعد ذلك تم بناء المدرسة الأقبغوية والتي تضم قبر أمير أقبغة عبد الواحد لتكون مسجدا قائما بذاته ومدرسة، ثم أصبحت المدرسة متكاملة مع بقية المسجد، ثم بنيت قبة ومئذنة فوقها، ثم بنيت المدرسة الطبرسية التي تحتوي على قبر الأمير علاء الدين طبرس، وقد بنيت لتعمل كمسجد مكمل للأزهر، ومنذ ذلك الحين دمجت مع بقية المسجد، ودرست المذاهب الملكية والشافعية في هذه المدرسة، وتستخدم المدرسة الآن للاحتفاظ بالمخطوطات من المكتب. وفي عام 1440 بنيت المدرسة الجوهرية، وهي مدرسة صغيرة وتحتوي على قبر الأمير جوهر القنقباني الذي كان يشغل منصب الخزندار المشرف على خزائن الأموال أثناء حكم السلطان المملوكي الأشرف سيف الدين برسباي، وكانت أرضية المدرسة من الرخام وجدران تصطف مع الخزائن، وزينت المطعم مع الخشب الأبنوس والعاج والصدف، وغطيت حجرة القبر بواسطة قبة صغيرة مزخرفة. كان من الشائع بين السلاطين المماليك بناء المآذن باعتبارها وسيلة لإثبات نفوذهم وترسيخ مكانتهم. أراد سلاطين المماليك أن يكون لهم ارتباط ملحوظ بالأزهر المرموق، فبنيت مئذنة قيت باي في عام 1483، و
وهي على شكل عمود أسطواني ينقسم إلى جزئين مثمنين وثلاث شرفات تدعمها مقرنصات. ثم تم بناء مئذنة الغوري في عهد قمص والغوري عام 1509، والتي تشتهر بكونها مئذنة مزدوجة وهي تقع على قاعدة مربعة. بدأ حكم العصر العثماني في مصر سنة 1517 بسقوط المماليك، وكانت بداية الحكم العثماني مليئة بالفوضى والخراب، إلا أن العثمانيين أظهروا احتراما كبيرا للمسجد ولم يدمروه على الرغم من إيقاف الرعاية الملكية للمسجد. كان السلطان سليم الأول هو أول سلطان عثماني لمصر، وكباقي السلاطين كانت كل علاقاتهم بالجامع الأزهر هو حضور صلاة الجمعة، ولم يقوموا بتوفير أي تمويل لتجديد أو تمير جامع الأزهر. في القرن الثامن عشر كان حكام المماليك تحت السلطة العثمانية قد استعادوا الكثير من نفوذهم وبدأوا في تنفيذ أعمال التجديد في القاهرة والأزهر. كان الحاكم المملوكي القزبغلي قد أضاف لواقاً للمكفوفين عام 1735، وقام بإعادة أروقة تركية وسورية وكلاهما قد بنيا في عهد قيت باي. كانت تلك بداية لأكبر مجموعة من التجديدات يمكن القيام بها، حيث أن عبد الرحمن كدخودة قام بعمل توسعات شملت بناء ثلاث بوابات، وهم باب المزينين التي أصبحت المدخل الرئيسي للمسجد، وباب الصعيدة، وباب الشربة. كما أنه ضعف حجم المساحة المتاحة للصلاة ببناء قاعة أخرى للصلاة جنوب الصالة الأصلية، وقام بترميم الأروقة المحيطة بالمسجد. وفي نهاية المطاف دفن ضريح كدخودة في الأزهر ليصبح الشخص الأول والأخير الذي يدفن داخل المسجد منذ نفيسة البكرية. خلال الفترة العثمانية استعاد الأزهر مركزه كمؤسسة يفضل التعلم بها في مصر، متجاوزة المدارس الدينية التي وضعها صلاح الدين الأيوبي، وقام المماليك بتوسعات كبيرة للأزهر في تلك الفترة. بنهاية القرن الثامن عشر أصبح الأزهر مرتبطا ارتباطا وثيقا بعلماء مصر، والذين كان لهم القدرة على التأثير على الحكومة بشكل رسمي، حيث أن الأزهر كان بمثابة نقطة محورية للاحتجاجات الطلابية ضد الحكم العثماني لمصر. مساحة الأزهر في الوقت الحالي 15600 متر مربع، ولكن لم يتبقى من المسجد إلا ثلاثة أجزاء أصلية، وهي المحراب من العصر الفاطمي والمجاز وقباب المسجد. أما بالنسبة للمآذن فهم خمس، وهم مئذنة الغوري ومئذنة قايت باي ومئذنة الأقبغاوية وكدخدة، وهم ليسوا من العصر الفاطمي. أنا صلاح الدين أخو علاء الدين. أخو علاء الدين صلاح الدين الأيوبي. الأرنوبي؟ أنت صلاح الدين الأيوبي. أنا صلاح الدين الأيوبي أخو علاء الدين الأيوبي. خرب بيتك. مش عارفه ما ده كان حبايه دلوقتي. ايوه وبعدين اكل ازاي يعني؟ ايه يا روان مالك؟ انت كويسه؟ انت متاكده انك كويسه؟ انت لازم تروحي الدكتور. مش عارفه والله، مش عارفه مين اللي مش كويس دلوقتي. انت مالك؟ انا بقول لك كل معاني بس مش حاجه. انت متاكده ان ده اكل؟ طيب ده اكل كويس، اكل عادي يعني. روان كلي مالك، مفيش اي حاجه خالص، مش هطلع في سن عادي، اكل طبيعي اهو. بصي يا رب، انا عارفه اني بلاقي احسن دلوقتي. اه احسن الحمد لله. طيب خلاص، خلينا بقى نبقى نروح لدكتور نشوف حاجه لسه بعضك يعني. ازيك يا روب؟ ازيك يا روان؟ ازيك يا عمر؟ مين ايه؟ الحمد لله تمام.
احنا لسه مخلصين اكل تاكل معانا؟ لا لسه اكل. لسه نفس بتاع بالظبط. انا اتفرج على نفس الفرقه معايا؟ اوكي. يلا بينا. انت رايحه اوضه المزيكا؟ مفيش اوضه مزيكا. امال راح المسرح المدرسي؟ المسرح بقى مخزن. الله، يبقى راح اوضه المدرسين. ما عنديش كرسي في اوضه المدرسين، اصل انا لسه جديده وما عنديش حته اقعد فيها. الله، امال بتيجي ليه؟ عن اذنك دلوقتي. السلام عليكم. انت معدي على ترعه في ايه؟ هو حضرتك مش عندك حصه؟ ايوه حصه تاريخ. تاريخ؟ انا على ما اعتقد ان انت مدرس رياضيات وفرنساوي لغايه ما تجيب مدرس فرنساوي. وتاريخ؟ الله، امال بتعمل ايه هنا؟ بص قشطة، بس انا عامل دايت يعني، ففكر انا ممكن اجيب انا مثلا فاكهة وانت شوف لك حباية فراخ ولا حاجة. قشطة؟ ماشي. ايه ده؟ ممكن بعد تخصص فاضي عشان انا مش عايز اسيب الوقت. حبيبي يا ابراهيم، شوف انت بقى، بيتهيألي هما كان معايا حباية تقريبا بتاع ده الحواوشي، لو انت ليك في الحواوشي يعني. الناس بتاكل حبوب والناس بتاكل من السكرين، وواحد دخل ايده في السكرين وطلعها، وحاجات غريبه كده. ما عندناش الكلام ده. ما انا مش فاهمه ايه اللي حصل. طيب يعني انت ما عرفش ايه اللي حصل. انا جيت مره واحده، جيت بصي انا كنت قاعده ماسكه الموبايل عادي جدا، فاتحه عادي وبسكرول داون، بعدين لقيت الحاجات دي. روبا، روبا، مش الغدا صح؟ الغدا ايه يا روان؟ الغدا بتاعك مالها؟ جرب حاجه بس. بتعملي ايه يا بنتي؟ بتزرعي ستريبسلز؟ يا بنتي بتعملي ايه؟ خلاص بقى كده تمام، احنا كده تمام، احنا كويسين. سلامتك يا روان، مالك؟ الله يسلمك. لا مفيش، بس كنت بحلم حلم غريب شويه النهارده.